من هو قيس سعيد؟ هو قيس بن منصف بن محمد سعيد، ولد في 22 من فبراير 1958، هو رئيس الجمهورية التونسية السابع، سياسي وأستاذ جامعي تونسي متخصص في القانون الدستوري. اشتهر بمداخلاته الأكاديمية المميزة للفصل في الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي بعد الثورة. ترشح قيد سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية 2019، وانتقل على إثرها ليخوض الدور الثاني للانتخابات إلى جانب نبيل القروي فيما عرف في تونس بالزلزال الانتخابي. الجدير بالذكر أن وصول قيس سعيد إلى الدور الثاني يعد إنجازا استثنائيا لدخوله غمار الانتخابات بتمويل ذاتي بسيط، رافضا المنح المقدم من الدولة للقيام بالحملة الانتخابية بحجة أنه مال الشعب، فيما استند في حملته إلى مجموعة من المتطوعين الشباب من حوله. وفاز قيس سعيد بالأغلبية الساحقة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي دارت بتاريخ 13 أكتوبر 2019. بدأت عهدته رسميا في 23 من أكتوبر 2019. هو قيس ابن منصف سعيد بن خيار، وأمه تدعى زكية. كان عمه هشام سعيد أول جراح للأطفال في تونس، والمعروف في جميع أنحاء العالم بفصل التوأم السيامية في السبعينيات. عمل قيس سعيد أستاذا بجامعة تونس، وشغل منصب الأمين العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري بين سنتي 1990 و1995، وكان نائبا لرئيس المنظمة منذ سنة 1995. كما شغل السيد قيس سعيد منصب رئيس قسم القانون في جامعة سوسة، وكان خبيرا قانونيا في جامعة الدول العربية والمعهد العربي لحقوق الإنسان. وكان سعيد أيضا عضوا في لجنة الخبراء التي دعيت لتقديم تعليقاتها على مشروع الدستور التونسي سنة 2014. من مؤهلاته العلمية شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بساريمو بإيطاليا. عمل كمدرس بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة، ومدرس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، كما عمل كمدير لقسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة. وكان عضو فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المكلف بإعداد مشروع لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية. في 15 من سبتمبر 2019، وفقا لنتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية والتي ترشح لها سعيد كمترشح مستقل، حقق بشكل غير متوقع أفضل نتيجة، وأتى في المركز الأول بنسبة 18.8%. يليه بعدها نبيل القروي بنسبة 15.7% ممثلا لحزب قلب تونس، المنشأ حديثا قبيل الانتخابات بفترة قصيرة، لينتقلا معا إلى الجولة الثانية بحلول هذا الوقت. كان سعيد قد اكتسب شهرة كسياسي غير عادي، فلقد رفض الأموال المخصصة لتمويل حملته من قبل الدولة، على الرغم من أنه كان لديه الحق القانوني لنيلها، وجمع وديعة ضمان قدرها 10,000 دينار، وهو حوالي 3,000 يورو، للتسجيل في القائمة النهائية للمترشحين، وذلك باللجوء للاستدانة من أفراد عائلته. يعد قيس سعيد من العائلة السياسية الثورية في تونس، بما أن شعار حملته كان الشعب يريد، واستطاع بهذه الحملة البسيطة أن يكسب صوت ما يقارب من 700,000 ناخب تونسي. وقد فسر بعض الشراح نجاحه بأنها خيبة أمل المجتمع في الطبقة السياسية التقليدية للبلد، وتفضيلها لوجوه جديدة قد تحقق ما لم يستطع من سبقهم أن يحققها. وكما كان متوقعا، فقد فاز قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي دارت يوم 13 أكتوبر 2019، بعد تحقيقه أغلبية أصوات الناخبين التونسيين، وخاصة من فئة الشباب الذي حضر بقوة في مكاتب الاقتراع. هو متزوج من إشراف شبيل، وهي قاضية ومستشارة بمحكمة الاستئناف، ووكيل رئيس المحكمة الابتدائية بتونس، وله منها ولد وبنتان. من جوائز والتشريفات التي تحصل عليها الرئيس التونسي الحالي
القلادة الكبرى للنقيب الأكبر لوسام الجمهورية الخاص برئيس الجمهورية، وكذلك وسام الاستحقاق الوطني الجزائري برتبة أثير.